كيفاش ما تستاهل سيرتو نحنا بعاد نتصور ستريس اكثر وكل لما كيما قلت لك ثقتنا في الولايات كبيره الحمد لله ربي الولايات الكل قعدوا كونسونتري بالقلايب جابوا الماتش تاعنا ماتش بوركيني يظل باش يكون اصعب خاطر مسؤوليه اكبر وخاصه لازم التركيز من نتيو صفحه نيجيريا من اللي في الماتش في كوب دافريك فماش ماتش سهل وماتش صعيب ماتش ويت كلهم صعب ماتش ويت ماتش فما كيبا تيابا وكيبا قوية تشوف زيكيب كلهم تكتيك مو تحسنوا تكنيك مو تفكي فيزيك مو بس كل قربة لبعضها نتصور فما دي بوان فور دي بوان فيبل لازم نخدم عليهم فما حاجات عملناهم باهيين لازم نعاودوهم تروح بركينا فاسو حاجات غلطنا فيهم لازم نصلحوهم كما قلت لك لازم كونسونتراسيون البارحه والبلاي بتاع العاده بالتربيه تاع نجيبوا الماتش. غالي كيفاش عشت المقابله بتاع نيجيريا وانت بعيده على الاولاد تشوفي برشا جرينتا شفت روح نيجيريا اللي كانت ممكن على الورق اقوى منا بشويه ولكن الاولاد كانت قليب كبير نهار هذا. الاولاد الكل يعطيهم الصحه نحن اللي كنا مرضى عن ثقه كبيره في الاولاد هذاك علاش انا بيرسونيلمون كنت حاط ريزولتا بوزيتيف هذاك اللي صار الولاد الكل اللي عملوا لي عليهم بالقلايب بالروح بالفيزيكمون تكنيكمون تكتيكمون ظهر لي ورونا وجه باهي كيما قلت لك اللي عملناه به في ماتش نيجيريا لازم نعاودوه ونستحفظ عليه واللي عملناه خايب لازمنا نصلحوه ان شاء الله ما نعاودوش غيرنا الحاجه الباهيه صلحنا يعني غيرنا الحاجه الباهيه ثم برشا غيابات ولكن الحاضر يعطي رونمون غاب غيلان جا العيدوني هذه الحاجه الباهيه مثلا اكيد ظهر لي الجروب هذايا في ليزيليت تاع تونس مصور وليد الكل اللي باش يلعب باش تلقاه حاضر ويزازي يعمل عليه فما حتى واحد باش يبخل على تونس وعلى البلاد ولا على الشعب التونسي ولا ما يحبش يفرح الشعب التونسي شنو الميساج تقول للشعب التونسي؟ سو كي سور اللي رانا نحبو نفرحو الشعب نتاعنا نعرفو اللي غشينا عليك صعب عادي باش يتغشش هذيك هي الكورة أنا نورمال لما نتذكر أنا بيرسونيل مون الفرحة اللي فرحتها 2004 زادا ما توصفش وقتها ماذا بيا إن شاء الله نفرحوها من التوانسة الكل إن شاء الله نعملوا اللي علينا نمشيو لبعيد إن شاء الله وخد ربي يفرحوها